بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في هذا المساء نلتقي معكم وفي موضوع جديد عن القديس يوسف البار. في هذا المساء رح نعرف عن شخصية القديس يوسف، من هو القديس يوسف، فضائل القديس يوسف وصفاته، ورح نحكي كمان نتطرق على ماذا قال البابا فرانسيس عن القديس يوسف في سنة القديس يوسف. القديس يوسف هو القديس معروف القديس يوسف النجار، هو ابن يعقوب من سلالة الملك داود، وهو شخصية من شخصيات العهد الجديد، خطيب السيدة العذراء مريم ومربي يسوع المسيح والأب الأرضي له، بخلاف الأب السماوي الذي هو يهوه أو الله. وينسب يسوع لكلاهما، للقديس يوسف وإلى الله، فهو ابن يهوه ابن الله أي كلمته، ويوسف في نفس الوقت حسب اعتقادنا نحن المسيحيون وينسب إلى الملك داود من خلاله. المسيح حسب الجسد سواء في المعتقد اليهودي أو المسيحي يجب أن يكون من سلالة داود، حيث أن يهوه الله اختار يوسف وكيلا وممثلا عنه، وأن الروح القدس ائتمنه على حراسة عذرية مريم. هذا الجندي المجهول الذي قبل أن يكون خادما لمريم العذراء وطفلها في صمت بعيدا عن الأضواء، والمعلومات المتوافرة عنه قليلة جدا، فنحن نقف إجلالا وإكراما لهذا الرجل المختفي الذي لم ينطق بكلمة واحدة لا بلسانه ولا في الكتب، وحتى الأناجيل لم تذكره إلا ما جاء في إنجيل متى عن سرد لقصة ميلاد يسوع المسيح، حيث قال عنه كان يوسف خطيبها بارا. نحكي عن حياة القديس يوسف. ولد القديس يوسف النجار في بيت لحم، وهو ينتمي إلى سلالة كما قلنا ملكية، حيث ينتمي إلى الملك داود، وكان من عائلة متان ابن داود من سبط يهوذا. كان لمتان ولدان هما يعقوب ويواقيم، ويواقيم هذا هو أبو العذراء مريم، حيث يرجع نسب المسيح. ثم مات متان بعدها، فتزوجت امرأته بآخر وأنجبت منه هالي، ثم تزوج هالي ومات دون أن ينجب نسلا، فتزوج يعقوب بامرأة هالي أخيه حسب الشريعة اليهودية. نعرف كلنا أنه بحسب الشريعة اليهودية عندما يتزوج الرجل وإذا توفى فيجب على أحد أشقاء الزوج أنه يتزوج زوجة المتوفي لحتى يقيم له نسل من بعده. أنجب يوسف النجار، طبعا أنجب يوسف، ولد يوسف النجار، وكان يوسف النجار ابن ليعقوب حسب الطبيعة وابن لهالي حسب الشريعة، وهذا يوضح اختلاف النسب الوارد في إنجيل معلمنا متى والنسب الوارد في إنجيل معلمنا لوقا. ومنعود إلى يواقيم وهو شقيق كل من يعقوب وهالي من أبيهم متان، حيث ظل يواقيم وزوجته حنة عاقرين لمدة 31 سنة، ثم أعطاهم الرب الدرة الثمينة مريم العذراء فوهبها لخدمة الهيكل بعد فطامها ولها من العمر 3 سنوات،
ولما بلغت مريم 6 سنوات توفي أبوها يوقيم، ولما بلغت 8 سنوات توفت أمها حنة فصارت يتيمة الأب والأم. كانت مريم قد نذرت نفسها أن تعيش عذراء طوال حياتها، فلما بلغت 12 سنة كان لابد أن تغادر الهيكل بحسب الشريعة. ففكر الكهنة في اختيار شخص بار تخطب له مريم ويأخذها ليرعاها في بيته بدون زواج فعلي. كانت العادة هناك في عند اليهود أنه بيجمعوا العصي تبعون الشيوخ الكبار وبيحطوها، ونتيجة صلوات معينة تجرى القرعة، والقرعة اللي بتسقط على العصا اللي بتكون للشخص المعين هذا بيتم خطبة أو بيتم يعني خطبة مريم لهذا الشخص اللي بتوقع عليه القرعة. فالقرعة بقول حسب كتب الآباء إنه إجت حمامة وهدت على عصاية القديس يوسف، ومن ثم طارت من العصاي وهدت على القديس يوسف نفسه. فكانت هاي رسالة أو مسج إنه يوسف هو اللي لازم يكون خطيب مريم العذراء، وتم اختيار يوسف للقيام بهذه المهمة. فأخذ يوسف النجار العذراء إلى بيته وهو شيخ على أنها خطيبته أمام المجتمع، ونذر نفسه لخدمة الفتاة الصغيرة دون أن يعرف سر هذه القديسة وأنها سوف تصير أم الله. لم يعرف يوسف النجار مريم العذراء حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع. خطب يوسف الفتاة الطيبة مريم وهي من أهل الجليل ومن عائلة متواضعة تعيش كفاف يومها بسعادة وقناعة، تخدم في الهيكل وتتعبد لربها. اتفق يوسف معها ومع أهلها على أن تكون زوجته، وذهب في فرح عظيم يجهز بيته المتواضع الكائن في بلدة الناصرة ليكون مسكنا لمريم. يوسف الصديق البار لم يخطر بباله يوما أن مريم ستكون أم المخلص المنتظر، وأن الملاك جبرائيل قد حمل إليها البشارة، رغم كونه متعمقا بكل ما جاء في الكتب المقدسة عن المسيح المنتظر وعن كيفية مجيئه، وما قيل عنه في سفر أشعيا النبي هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. كان يوسف ينتظر الخلاص، شأنه شأن سائر شعب الله المنكوب، لأنه بعد أن مد الفقر والاستياء أذياله على عموم الناس كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر رسولا من السماء ينعش ويعيد روح الله في قلوب البشر. وهكذا حدث ليوسف ما لم يحدث لأحد سواه عندما أراد أن يأتي بخطيبته إلى بيته، فوجدها حبلى تنتظر مولودا، فاضطرب وخاف كما جاء في الإنجيل وتساءل ما عسى أن يكون هذا. فاحتار في أمرها، وهكذا تعرض يوسف لمحنة قاسية أوشكت أن تؤدي بعلاقته مع مريم إلى حد القطيعة والانفصال، فهو يعتبرها شريكة عذراء طاهرة وإذا بها حبلى، إشي غريب بالنسبة ليوسف ولهذاك الزمان وحسب العادات والتقاليد عند اليهودية، وذلك يفوق إدراك عقله. لكن رغم ذلك لم يفقد صوابه ولا تفوه بكلمة لا مع مريم ولا مع غيرها حول أي نوع من القلق والظنون، لأنه كان مقتنعا ببراءة مريم خطيبته، ولم يسيء الظن بها مطلقا. ولكن عدم تمكنه من إيجاد تفسير لما يراه عليها من تغييرات دفعه إلى أن يتخذ قرارا بتخليتها سرا دون إثارة أي ضجة تلحق بها الضرر.
لأنه مجرد أن يخبر عن سرها تنال مريم عقوبة الرجم حتى الموت بحسب الشريعة اليهودية. لكنه لم يفعل. قد يكون ذلك الأمر بالذات بدعوة الإنجيل البار الصديق. لم يتركه الله كثيرا في حالة الشك والاضطراب، فأرسل له الملاك وأخبره حقيقة مريم، وشجعه وأفهمه بأن الرب اختاره هو أيضا لتحمل أعظم مسؤولية ألقيت على عاتق بشر، ليكون مربيا ليسوع المسيح من دون تأثير على حريته أو الضغط على قراره. عندما أدرك يوسف مقاصد الله وتدبيره من الملاك جبرائيل، استجاب لها واندمج معها، فآمن بالسر الكبير وقبل المهمة التي كلفه بها الله أن يكون أمام المجتمع الأب الشرعي عن يسوع الذي كان الجميع يعرفونه بابن النجار. هكذا آمن يوسف واحتفظ بمريم وأتى بها إلى بيته فرحا مسرورا لهذا الشرف السامي الذي خصه به الله ليكون مربيا ليسوع المسيح. فعندما ولد يسوع تهلل قلبه من أصوات الملائكة وهم ينشدون المجد والسلام بمولده. مع مريم استقبل الرعاة والمجوس الذين أتوا من الشرق ليسجدوا له. مع مريم هرب يسوع إلى مصر لما أوحي إليه أن حياة الطفل مهددة. مع مريم ويسوع ذاق طعم التشرد والهرب والغربة والانتظار. نذر يوسف النجار حياته كلها مضحيا بكل ما لديه للعناية بيسوع وبأمه مريم. هذا هو النجار الذي ضرب أروع مثال في التضحية والعطاء ونكران الذات، خدمة لخير البشرية الأكبر الذي سيحققه يسوع يوما ما، ويكفيه شرفا وفخرا، وهو الرجل المتواضع المختفي أن يكون قد أوصل بالتعاون مع مريم ابنه يسوع إلى كمال الرجولة من خلال تربية متكاملة الجوانب. هذه كانت رسالة يوسف وتضحيته العظمى، فهل نجد اليوم أمثال يوسف؟ حتى من بين المكرسين للرب عرفوا حقا معنى التضحية وذاقوا طعم التجرد وذهبوا إلى أقصى حدود نكران الذات لأجل خلاص النفوس. رح نحكي عن فضائل القديس يوسف. أولا الطاعة. أطاع وخضع عندما اختارته السماء لعقد خطبة العذراء إليه. أطاع عندما أزال الملاك شكوكه بخصوص العذراء، عندما قال له: لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل بها هو من الروح القدس. أطاع أيضا عندما صدر الأمر بعمل الاكتتاب بالموطن الأصلي ببيت لحم. أطاع أيضا عندما أمره الملاك بالهروب مع الصبي الإلهي وأمه والعودة. ثانيا الاحتمال. احتمل متاعب الرحلة إلى بيت لحم ثم البحث عن مكان تلد فيه العذراء ومصاعب الهروب إلى مصر وعذاب البحث عن الصبي فعودتها في أو من العيد. ثالثا البرارة والحكمة. عندما شك في حمل السيدة العذراء لم يشأ أن يشهرها وأراد تخليتها سرا، فقد رفض أن يستعمل حقوقه الشرعية التي نتيجتها الفضيحة لها والرجم. رابعا الطهارة. لذلك أودع الرب القديسة الطاهرة مريم عنده أولا، كما أودعها عند يوحنا التلميذ الطاهر أخيرا عند صلبه. فالطهارة تجعلك تستحق أن تكون العذراء في بيتك. خامسا
الصمت، لم يسجل له الكتاب كلمة واحدة، ومع ذلك فإن حياته العميقة الهادئة القوية تنطق بما لم ينطق به أعظم الحكماء. سادسا، العمل. كان يعمل في صنعة النجارة الشاقة ليعول الأسرة المقدسة، ولذلك أطلق عليه شفيع العمال. وأنت ماذا أعطيت؟ سابعا، نقاوة القلب. حتى استحق أن يكلمه الملاك أكثر من مرة ويوجه حياته، فكانت حياته كلها تسليم لإرادة السماء، ولم يعارض ولم يتعب القلب. ثامنا، شفيع الميتة الصالحة. لم يذكر الكتاب المقدس شيئا عن القديس يوسف أو عن وفاته، ولكن جاء في كتب الآباء القديسين بأن القديس يوسف عاش من العمر 111 سنة، وقد كان حين ذاك عمر السيد المسيح 16 سنة، ومات بشكل صامت. ويذكر أنه لما حضر الوقت الذي ينتقل فيه من هذا العالم إلى عالم الأحياء، حضر السيد المسيح نياحته ووضع يده على عينيه وبسط يديه وأسلم الروح، ودفن في قبر أبيه يعقوب، وكان جملة حياته 111 سنة، منها 40 سنة غير متزوج، و52 سنة متزوج، و19 سنة مترملا، وكانت نياحته في السنة 16 لميلاد السيد المسيح. تاسعا، حارس الأسرة المقدسة. عندما أدرك يوسف مقاصد الله وتدبيره من الملاك جبرائيل، استجاب لها واندمج معها، فآمن بالسر الكبير وقبل المهمة التي كلفه بها الله أن يكون أمام المجتمع الأب الشرعي ليسوع، الذي كان الجميع يعرفونه بابن النجار. هكذا آمن يوسف واحتفظ بمريم وأتى بها إلى بيته فرحا مسرورا، ولهذا الشرف السامي الذي خصه به الله ليكون مربيا ليسوع المسيح. فعندما ولد يسوع تهلل قلبه من أصوات الملائكة وهم ينشدون المجد والسلام بمولده مع مريم، استقبل الرعاة والمجوس الذين أتوا من الشرق ليسجدوا له. مع مريم هرب بيسوع إلى مصر لما أوحي إليه أن حياة الطفل مهددة. مع مريم ويسوع ذاق طعم التشرد والهرب والغربة والانتظار. نذر يوسف النجار حياته كلها مضحيا بكل ما لديه للعناية بيسوع وبأمه مريم. ماذا قال البابا فرانسيس عن القديس يوسف؟ أعلن قداسة البابا فرانسيس في 9 من الشهر، شهر ديسمبر سنة 2020، سنة مخصصة للقديس يوسف بمناسبة مرور 150 سنة على تكريس الكنيسة الكاثوليكية ووضعها تحت شفاعته. وقد جاء في رسالة التكريس والتي تحمل عنوان باتريس كوردي، بقلب أبوي، أب حبيب، أب في الحنان والطاعة والقبول، أب يتحلى بشجاعة خلاقة، عامل مجتهد ودائما في الظل. بهذه الكلمات يصف قداسة البابا فرانسيس القديس يوسف. ويكتب أيضا البابا فرانسيس في خلفية هذه الرسالة الرسولية: هنالك وباء فيروس الكورونا الذي جعلنا نفهم أهمية الأشخاص العاديين الذين بعيدا عن الأضواء يعيشون الصبر يوميا ويبعثون الرجاء ويزرعون المسؤولية المشتركة، تماما على مثال القديس يوسف، الرجل الذي يمر دون أن يلاحظه أحد، رجل الحضور اليومي
والحكيم والخفي، ومع ذلك فهو شخصية لا مثيل لها في تاريخ الخلاص. في الواقع عبر القديس يوسف بشكل ملموس عن أبوته، إذ جعل من حياته تقدم للذات في المحبة الموضوعة في خدمة المسيح، ولهذا السبب كان محبوبا على الدوام من الشعب المسيحي. فيه رأى يسوع حنان الله الذي يجعلنا نقبل ضعفنا، الذي من خلاله تتحقق معظم المخططات الإلهية. إن الله في الواقع لا يديننا بل يقبلنا ويعانقنا ويغفر لنا. يوسف هو أيضا أب في الطاعة لله، بطاعته خلص مريم ويسوع وعلم ابنه أن يتمم مشيئة الآب، مساهما هكذا في سر الفداء العظيم. في الوقت عينه يعتبر القديس يوسف أبا في القبول، لأنه قبل مريم بدون شروط مسبقة، وهي لفتة مهمة اليوم أيضا، كما يؤكد البابا فرانسيس في هذا العالم الذي يظهر فيه بوضوح العنف النفسي واللفظي والجسدي ضد المرأة. لكن خطيب مريم هو أيضا الشخص الذي يثق في الرب ويقبل في حياته بالأحداث التي يفهمها بروح شجاعة وقوة ينبع من قوة الروح القدس. من خلال القديس يوسف يبدو وكأن الله يقول لنا لا تخافوا، لأن الإيمان يعطي معنى لكل حدث سعيد أو حزين. القبول الذي عاشه والد يسوع يدعونا لكي نقبل الآخرين كما هم وبدون استثناء، مع تفضيل للضعفاء. ثم تسلط الرسالة باتريس كوردي الضوء على الشجاعة الخلاقة للقديس يوسف، أو الذي يعرف كيف يحول مشكلة ما إلى فرصة، واضعا أولا ثقته على الدوام في العناية الإلهية. فهو يواجه المشاكل الملموسة لعائلته تماما كما تواجهها العائلات الأخرى في العالم، ولا سيما عائلات المهاجرين. وكحارس ليسوع ومريم لا يمكن ليوسف إلا أن يكون حارسا للكنيسة ولأمومتها ولجسد المسيح. فكل محتاج هو الطفل الذي يحرسه يوسف، ومنه يمكننا أن نتعلم أن نحب الكنيسة والفقراء. ويتابع البابا فرانسيس رسالته مؤكدا أن الآباء لا يولدون آباء، ولكنهم يصبحون كذلك لأنهم يعتنون بطفل من خلال تحمل مسؤولية حياته. ولكن لسوء الحظ في مجتمع اليوم غالبا ما يبدو الأطفال يتيمي الآباء، لأن هؤلاء الآباء ليسوا قادرين على إدخالهم في خبرة الحياة دون كبحهم أو امتلاكهم، فيما ينبغي عليهم أن يجعلوهم قادرين على الاختيار والحرية والانطلاق. بهذا المعنى يحمل القديس يوسف لقب العفيف، وهو نقيض الامتلاك. فهو في الواقع عرف كيف يحب بطريقة حرة غير عادية. لقد عرف كيف يحيد اهتمامه عن نفسه لكي يضع يسوع ومريم في محور حياته. لقد كانت سعادته في بذل ذاته. لم يشعر يوسف أبدا بالإحباط، بل كان يتحلى بالثقة على الدوام ويبقى صامتا دون أن يتذمر ويقوم بتصرفات ثقة ملموسة. لذلك يؤكد البابا فرانسيس إن شخصيته هي مثالية للغاية في عالم يحتاج إلى الآباء ويرفض الأسياد، ويرفض الذين يخلطون بين السلطة والاستبداد والخدمة بالبذل والمواجهة بالقمع والمحبة بتقديم المساعدة والقوة بالتدمير. في الختام
نرفع صلاتنا اليوم إلى الله تعالى مع القديس يوسف طالبين شفاعته ونقول: السلام عليك يا حامي المخلص وخطيب العذراء مريم، لقد ائتمنك الله على ابنه، وبك وضعت مريم ثقتها، ومعك صار يسوع رجلا. أيها الطوباوي يوسف، كن أبا لنا نحن أيضا، وارشدنا في درب الحياة، التمس لنا النعمة والرحمة والشجاعة، واحمنا من كل شر. آمين. أقسمت.